ومشاهدينا بفقرتنا هذه رح نتحدث عن ظاهرة خطيرة تهدد المجتمع بكاملة وتطرح لرد العديد من الأطفال المراهقين التاركين دراستهم إلى مقاعد الدراسة وحثهم على العودة طوعا إلى حياة الطفولة السليمة من خلال عمل وزارة العمل العراقية بالتعاون مع وزارة التربية وبتوجيه من مكتب رئيس الوزراء للعمل على حل مشكلة الطلبة المتسيبين اللي هم خلينا نقول ممكن تاركين دراستهم بسبب أنه حابين يوفرون فلوس للعائلة أو ما عندهم شخص هم أنا يعيلهم. أكيد يا كريستينا طبعا. وعن هذه الجهود الحثيثة للحد ويانا السيد أحمد الماجدي مدير مكتب مستشار شؤون الحماية الاجتماعية لرئيس الوزراء حتى يشرح لنا هذا الموضوع أكثر. يسعد صباحك. يسعد صباحك خير عليكم وعلى مشاهدي قناة دجلة الفضائية. أهلا بك طبعا أستاذ أحمد، حابين بداية تشرح لنا أكثر يعني وتحكي لنا عن هذه المبادرة الحلوة. طبعا الحكومة الحالية وضمن برنامجها الحكومي اهتمت اهتمام كبير في التعليم وفي الحماية الاجتماعية. نعم. موضوع منحة الطلبة هو موضوع يعني شرع سابقا في قانون سابق لكن لم يفعل في عام 2014 بسبب الظروف المالية والتقشف في ذلك الوقت. الحكومة الحالية عملت و وضعت في الموازنة نص يخص تخصيص مبالغ مالية لمنحة الطلبة والتلاميذ، فتم صرف منحة للطلبة للابتدائية 30,000 والمتوسطة 50,000 والإعدادية وأيضا الجامعات 100,000 إضافة إلى منحة إلى طلبة الدراسات العليا. نعم. طيب أستاذ أحمد، أنت دا تحكي على المنحة، شلون آلية التقديم تكون للأطفال وذويهم؟ هي لا توجد آلية أنه المواطن يروح يقدم أو الطالب يروح يقدم. نعم. وإنما هناك تنسيق بين وزارة التربية ووزارة العمل. وزارة التربية ترسل أسماء الطلبة على قرص إلى وزارة العمل. في وزارة العمل توجد قاعدة بيانات رب الأسرة الذي يحصل على إعانة نقدية وأبنائه، فعندما يتم مقاطعتهم يتم نزول منحة الطلبة المالية مع الإعانة النقدية التي تصرف شهريا للأسرة. وطبعا الموضوع المنحة كان له أثر إيجابي كبير على الطلبة المتسربين من المدارس، فإحصائيات وزارة التربية تقول هناك 133,000 طالب عادوا إلى الدراسة. نعم. بسبب المنحة. طبعا حلو. موضوع تسرب الأطفال هو موضوع كبير ومهم وخطير فعلا. وله أسباب عديدة من ضمنها الأسباب المالية والاقتصادية للأسرة، وأيضا هناك أسباب أخرى. الأسرة إذا كان أكو انفصال بين الأب والأم يؤثر على استمرار الطالب في المدرسة. هناك سبب آخر، المدارس والبنى التحتية للمدارس، وايضا تتسبب في انه الطالب مثل ما نقول يكره المدرسه. أكيد. هاي الاسباب كلها تحتاج الى معالجات والى دراسات لكي نبني مجتمع متعلم وواعي. أكيد. نعم فعلا. طبعا استاذ احمد ذكرت حضرتك انه الابتدائيه ياخذون 30,000 والمتوسطه 50 والكليات 100، اذا كانوا اخوان اثنين بالمدرسه او مثلا عندهم اكثر من شخص او خلينا نقول خمس اطفال يعني ممكن اثنين بالكليه وجامعه وغيرها، هل كلهم ياخذون هذا المبلغ؟ لو هنا راح تصير انه لا احنا ممكن نقلل او ما نعطي لشخص واحد من العائله. نعم. في القانون لم يحدد العدد المفتوح. في قانون الحماية الاجتماعية كان يحدد أربعة. نعم. أربعة أفراد فقط حتى يستلمون إعانة، يعني الزوج وزوجته واثنين من الأبناء. في منحة الطلبة والتلاميذ شملت الجميع حتى يكون تشجيع، يعني صعوبة أنه تستثني واحد وتطيء الواحد تسبب أيضا في إشكاليات بين الطلبة نفسهم. صح. نعم. خاصة إذا كان عمره صغير بعدين راح يفوت بغير متاهة أنه ليش إلا الأخوين ينطون إليه، لا ممكن أكيد فعلاً. طبعا هي كانت هناك رؤية أنه المنحة تسلم للطالب للطفل أو التلميذ. أي. يعني حتى يعرف مدى اهتمام الحكومة به ومدى فعلا. اهتمام الحكومة بالتعليم. لكن واجهنا صعوبات لوجستية لأنه وزارة التربية ما تقدر تصرف كيكارد لكل طالب أو تصرف نقديا في المدارس لأنه لازم تنقلها إلى المدارس والمدارس يوزعها.
فصارت فيها صعوبات، لأنه قانونا هي لازم وزارة التربية اللي تصرف وليس وزارة العمل. نعم. ووزارة التعليم العالي أيضا. نعم. طيب أستاذ، اليوم هاي خلينا نقول اللي أنت دا تحكي بيه المنحة، هل يشمل خلينا تشمل الجامعات، طلاب الجامعات همنا لو فقط يعني اللي أنت ذكرتهم؟ نعم، هو أصلا المنحة هي كانت لطلبة الجامعات في عام 2012 قانون 63 شرع لشمول طلبة المعاهد والجامعات العراقية بالمنحة، وأكو استلموا يعني استمرت مدة من الزمن. نعم. وبعدين انقطعت. الآن تم تفعيلها وصرفت المنحة لمدة 3 أشهر للجامعات العراقية الحكومية. طيب أستاذ أحمد، حاب أعرف من حضرتك، هي تشمل جميع المحافظات لو فقط مثلا بغداد يعني الإقليم همينة ينشمل بهذا القانون؟ لا، هو القانون يشمل المحافظات العراقية باعتبار أنه الإقليم لديهم وزارة عمل ولديهم تعليمات خاصة بهم، وايضا لديهم لان حسب ما اعرف هنا الطلبه ما ياخذون يعني حتى بالكليات والجامعات ما ياخذون. يعني من الممكن ان يتم معالجته قانونيا هذا الموضوع. أي. نعم. نعم، خلينا نجي على ردود خلينا نقول الاهالي للاطفال، هل هم يعني سعيدين بهذا الشيء؟ هل هم يشجعون الاطفال فعلا يرجعون للمدارس لو يقولون خلاص تعودنا؟ لانه اكو انا يعني سامعه اكو اهالي يقولون لا أوفا خليه يشتغل، شو نسوي؟ شو يسوي بالشهادة؟ حتى لو يرجع المدرسة ايش راح يسوي؟ شلون تكون ردود الأفعال عند الأهل؟ يعني هي كانت اكو ثقافة انه في بسبب السنوات السابقة وهبوط مستوى التعليم. نعم. والأسر كانت ترسل أبنائها للعمل بسبب الظروف الاقتصادية. الآن انعكس إيجابي، منحة الطلبة كان لها أثر إيجابي، شفنا الكثير من الآباء يرسلون أبنائهم للمدارس، وحتى من المضحك أنه أحد الآباء يقول ابنه روح للمدرسة راح ينقطع الإعانة عنه. أي صح. لأنه يمكن تعرفون أنه من ضمن شروط المنحة أنه ما يتغير الطالب وما يرسب، يعني هاي شروط المنحة، وما ينفصل. فإذا أخل في واحدة من هذه الأمور تنقطع المنحة عنه. نعم. طبعا أستاذ أحمد، هذا القانون أنه حلو جدا، والحلو بالموضوع أنه حضرتك ذكرت أنه أكو نسبة كبيرة من الطلاب اللي خلينا نقول ما كان عندهم دراسة وما عندهم مصرف شهري أنه حابين يشتغلون. أكيد. أنه رجعوا للدراسة بسبب هذا القانون. شنو الحلول الثانية بالنسبة للمتسولين اللي إحنا دائما نشوفهم مثلا خلينا نقول على الترافيك لايتات موجودة، شنو الحلول اللي إحنا نقدر نساعد بها مثلا أنه هم همينة يدرسون يرجعون لحياتهم الطبيعية؟ لأنه تشوفه أنه هو طفل شايل مسؤولية بيت وهو أصلاً ما دا يفكر بالدراسة فعلاً، ويعني هذا كل ما يكبر كل ما تصير مشاكل أكثر، ممكن حتى بالمستقبل حتى جهاله منا على نفس الطريق يمشون. موضوع التسول موضوع مهم وخطير حقيقة، ولديه جوانب عديدة. يعني أكو بعض التسول بسبب العوز، وأكو بعض التسول بسبب استغلال الأطفال. كثير من حالات هناك استغلال الأطفال، وهناك حتى أطفال يعني مو أسرهم اللي دزوهم في التقاطعات. الحكومة الحالية عالجت موضوع التسول في حالتين. سابقاً يستخدم القانون، إنه القانون العراقي قانون العقوبات طبعاً يمنع التسول ويعتبر جريمة، ويشدد العقوبة في حال تسول الأطفال واستغلالهم. الحكومة الحالية من خلال مكتب رئيس الوزراء وجه في تشكيل لجنة من وزارة العمل ومن مستشارية الحماية الاجتماعية ومن الشرطة المجتمعية، لأن يقوم بأخذ تعهد من المتسول بأنه نحن نعطيك إعانة نقدية. أنت تقول أنا ما عندي، نعطيك إعانة نقدية، نعطي إعانة لأبنائك في المدارس، نشوف شنو احتياجاتك الصحية، التأمين الصحي وغيرها، الخدمات الآن اللي تقدم للحماية الاجتماعية والمشمولين بها، مقابل تكتب تعهد أنه ما تستجدي في التقاطع والشوارع، وأيضا ما ترسل أبنائك في هذه التقاطعات، وإلا أنه تفرض عليك عقوبات. نعم. نعم. طبعا أستاذ أحمد شكرا لك، والمعلومات اللي قدمتها شكرا لك، نورتنا. شكرا لك.